دكتور احمد مطاوع، استاذ قلب والاوعيه الدمويه، كليه طب جامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نعرف او يعني نوعي لاي حد ايه اعراض قصور الشريان التاجي. كويس، حقيقه سؤال كويس، سؤال عملي ويمس كثير من الناس. يعني كان زمان في الفترات اللي فاتت كان هو مجرد الام الذبحه الصدريه، الاعلام وفي الافلام بتاع ايا صدري وبتاع حاجات زي كده، فكان هو ده الظهور الكلاسيكي للقصه. مع تقدم بقى الابحاث وتقدم الفحوص، اتضح ان في بعض الحالات خصوصا مرضى السكر انه 75% من حالات قصور الشريان التاجي لا يصاحبها الام الذبحه الصدريه. وبالتالي انا لو اعتمدت على هذا العرض علشان المريض يقتنع انه مريض او عشان الدكتور يشخص، يبقى انا كده فقدت ثلاث ارباع المرضى، مش هشخصهم بهذا او من هذا المنظور. طبعا في وسائل كتير للفحوص ووسائل كتير لاثبات المرض من عدمه، خلاف مساله ايا صدري والكلام ده. يعني دي الحقيقه الاولى. الحقيقه الثانيه انه الالام مش بالضروره تكون الام في الصدر او الام الذبحه الصدريه النمطيه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني هل تتخيل حضرتك ان من الممكن جدا يكون الالم في السنان في الفك، ممكن يكون الالم في الكتف مثلا، ممكن يكون الالم في اعلى البطن وتتشخص الحاله على انها الم في المعده او الم روماتيزميه في المفصل الكتف مثلا او الى اخره، والمريض ياخد ادويه مسكنات، وهذه النوعيه من الادويه بتزود مشاكل القصور التاجي ويسكن الالم، والمريض مش دريان ولا الدكتور دريان، والمرض عمال بيتزايد. فهنا انا بنصح بقى ان البعد عن النمطيه في حته الالم بالذات او في حته الاعراض، ولازم نفرق للاطباء وللمرضى على حد سواء ان في فرق كبير بين المرض والعرض. المرض موجود في مكان ويظهر او يعبر عن نفسه في اعراض مختلفه. بيحتاج دكتور عنده خبره، محتاج مريض يسمع الكلام وما يتصلبش رايه عن فكره معينه للمرض ده. بنقول لهم المرض بياخد اشكال واعراض كثيره خلاف ما هم ما عارفينه. تمام. طب ايه فوائد الدعامات او اجراء الجراحات البديله؟ هي مش جراحات بديله ومش دعامات بديله، هي الدعامه او تركيب دعامات في الشرايين تاجيه او طرفيه مثلا او سباتيه في الرقبه، وسيله من وسائل العلاج. وسيله من وسائل العلاج قد تصح في بعض الحالات ويبقى لها فوائد، وقد لا تصح، والجراحه كذلك وسيله من وسائل العلاج، فهي مش بدائل انما هي مكملات. في بعض حالات مرضيه لما بنصورها بالقسطره لا يصلح معاها الا التدخل الجراحي، وفي بعض حالات بيبقى فيها دعامات، فهي تعتبر انواع معينه من التدخلات العلاجيه. الطبيب او الحكيم خبرته وكذا، والدكتور اللي بنقول عليه دكتور كويس وكذا وكذا، ده الدكتور اللي بياخد قرار. يعني 70-80% من الشغل ديسيجن ميكنج، اتخاذ قرار، و30% من القصه تكنيكال. فهو اتخاذ القرار في اللي حضرتك بتقوليه، هل هو ده المريض ده والحاله دي يصلح ليها التدخل بالدعامات، يصلح ليها التدخل في الجراحه، يصلح ليها لا ده ولا ده ادويه كلام بهذا الشكل. هو ده الدكتور الكويس او الدكتور الحكيم من الدكتور اللي بياخد قرار مش مدروس قوي. يعني ميرسي جدا معاك يا دكتور، شرفتنا. شكرا يا فندم.